السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبايبي حلوين في مدارس دار المعارف قسم اللغة العربية للصف الأول ابتدائي. النهاردة يا حبايبي حلوين هناخد درس جديد مع بعض، هو اسمه المغامر سالم. اسمه ايه؟ المغامر سالم. قبل ندخل على الدرس، يعني ايه المغامر؟ حد يعرف منكم؟ بيقول لي المغامر يعني المجازف، يعني واحد بيحب يجرب حاجات جديدة سواء كانت سفر أو أكل. تعالوا نشوف البطل بتاعنا بيقول لي ايه. يسافر المغامر سالم الى بلاد العالم الواسع. البطل بتاعنا باعتباره ان هو مغامر فبيحب ان هو يسافر الى بلاد العالم الواسع. احنا عارفين ان كوكب الارض فيه ايه؟ بلاد كثيرة. فالمغامر سالم بيحب ان هو يسافر الى بلاد العالم الايه؟ الواسع. يبقى اول معلومة عرفناها ان البطل بتاعنا بيحب السفر. يقابل سالم الناس بوجه باسم. سالم بيحب ان يستقبل الناس او لما يجي يشوفهم ان هو يبتسم، بيحب وجهه يبقى مبتسم، ما بيحبش يبقى حزين او عابس. ويأكل طعاما مختلفا في كل بلد باعتبار ان سالم مغامر وبيسافر الى بلاد كثيرة، فبيتذوق او بيأكل كل طعام بتاع كل بلد. احنا عارفين ان كل بلد لها الثقافة بتاعتها سواء كان عادات او تقاليد او اكل او ملابس. تعالوا نشوف يا حبايبي حلوين مغامر سالم سافر الى بلد ايه واكل اطعمة ايه. في الهند اكل سالم الطعام الحار. يبقى اول بلد سافرها المغامر سالم هي الايه؟ الهند. واكل الطعام الايه؟ الطعام الحار. اكل الطعام الايه؟ الطعام الحار. اما في فرنسا فاكل خبزا وزبدا. وفي فرنسا اكل ايه؟ اكل خبزا وزبدا. وفي لبنان أكل حمصا وزيتا. وفي لبنان أكل إيه؟ أكل حمصا وزيتا. يحب سالم أن يسافر ويتعرف أكلات البلاد. واللي سالم بيحب إن هو يسافر وإن هو إيه؟ يعرف أكلة كل بلد. تعالوا يا حبيبي حلو ناخد تدريب مع بعض. واللي إيه؟ أكمل. في الهند أكل سالم الطعام الإيه؟ سالم لما سافر الهند أكل الطعام الإيه؟ أحسنتوا، الطعام الحار. في فرنسا أكل سالم نقط ونقط. أكل إيه وإيه؟ نفكر مع بعض. أحسنتوا، أكل خبزا وزبدا. وفي لبنان أكل سالم نقط ونقط. أكل إيه وإيه؟ أكل حمصا وزيتا. أحسنتوا، رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة. سالم يحب يسافر أن. هنقول إيه مع بعض؟ نفكر. أحسنتوا، يحب سالم أن يسافر طعاما يأكل مختلفا كل في بلد. أقول إيه؟ أحسنتوا، يأكل طعاما مختلفا في كل بلد. وكده يا حبيبي حلوين نكون خلصنا من الدرس، ونلتقي المرة القادمة مع درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.